زين نجلة، حدثينا عن الصعوبات اللي واجهتيها بالبداية، شلون قدرتي تتخطيها؟ الصعوبات اللي واجهتها بمجال الرياضة التنقل، أنا كنت من محافظة ديالى، فتمرين كله ببغداد لأن القاعة مال المنتخب والمدربين واللاعبين كلهم متواجدين هناك، فكان عندي صعوبة إنه أروح وأرجع. فطبعا لحد الآن أواجه هاي الصعوبة، صعوبة التنقل، لأنه بالبداية كنت يعني أهلي كانوا يخافون علي، فكانوا أم وأبويا هم يروحون وياي لحد ما أخلص تمرين، أبقى 4 ساعات 3 ساعات وأكمل التدريب وأرجع، ووالدي لحد هاي اللحظة هو يروح وياي ويرجع. فهاي الصعوبات شوية عندي، يعني لو مثلا يتوفر عندي مثلا المنتخب يعني يوفر لي في الفندق حتى ما أضل يعني رايحة راجعة. يعني الصعوبة الثانية اللي واجهتها بمجال الرياضة اللي هن الأطراف الصناعية، كنت تتدرب على أطراف صناعية مو رياضية، تقريبا بقيت 3 سنوات على أطراف صناعية مو رياضية، فكانت كلش تأذيني باللعب، نفس الوقت كان يعني اثقال وصناعيه مو رياضيه، فدائما يعني بالمباريات تتأذى، يعني كنت حتى ما البس الاطراف فقط بالمباريات، ويكون ضغط عليهن يعني مرات تنزف دم ويكون بين فراقيس واضغط على نفسي يعني واتحمل الالم على ما ارفعت من العراق.